لقد صرخت في عروق قلبنا نموت نموت ويحيى الوطن. تبين ان المشهد السياسي ما كانش متوازن، ثم حزب كان ينظم وكان عنده الانضباط وكان عنده الاقدميه وعنده ايضا التضحيه لانه كانوا في السجون وكان كذا. تصور عدد من المقاعد اللي يستحقها، وكانت عنده اغلبيه نسبيه، ولكن بعده هو ما ثم شيء، ثم شتات احزاب وفرقه انواع على 140 حزب، ولكن شاركوا في الحقيقه لا شو 50 هم في الانتخابات هذه. لذاكون شو معناها لذاكون؟ معناها ما تفتح التونس الكل استثناء الانسان اللي عنده مشكله مع العداله. كل انسان بما فيهم الذاكون، بما فيهم النقابيين، بما فيهم المستقلين، بما فيهم اليساريين، ما فماش توا لا يساري لا يمين لا متوسط، توا الناس كلها فرد فرد زمره ماشيين. يا بابا الله نخرجوا تونس من عنق الزجاجه هذه، مازال توا الحمد لله يعني كون اذا تونس كون. عندنا اخواننا زملائنا كانوا معنا وكانوا هم نعتبرهم يعني سياسيا من مؤسسين اذا تونس، كما توا سعيد بقيه الاخوان لازم نسميهم كل شنو نقعد نسمي ربما ننسى بعد يقولوا سي الباجي هذا نحات لا ماني نعرف مره اخرى وانا سمينا وزير قالوا ما تنقطوا ما نجيش ما تقولوا لان اللي نسمي ضايح نحكم واحد اي نحكم واحد مرة دي. المهم بالنتيجه هي نتيجه ما فيها اخواننا هذوما يعني نجم نعتبرهم من المؤسسين اللي تونس ونتاسف انا شخصيا اللي معناها خرجوا من الجمهوري، والجمهوري معناها حزب من ألف قلوب معانا احنا فرد توجه ونحن ماشيين مع بعض مكونين من اتحاد من اجل تونس بحيث مش في ضايع باقي في الاتحاد من اجل تونس خرجوا من هنا جم لهنا المساله معناها ان شاء الله قلت ربي ما شاء الله حبوا اراء الناس الكل والناس الكل حشد بهم والناس كل عندهم صفات باهرة وعندهم حاجات ناقصة بما فيهم أنا ولهذا مش على خاطر عنده شوية نقص ولهذا مشيوه والحمد لله إلى الآن ما مشينا حد إلا واحد مشى وحده هذاك إن شاء الله يلقى الخير وباركنا له وقلنا له فاتحة ومش نلقاه ندافع عليه هذا نقول راي المعركة ما نمشي نلقوها إلا بالنساء نقول لكم خذوها كما هي وقاعد نشوف انا في كل المعارك المراه هي في المقدمه ولهذا المعطيات تبدل واذا كان عندنا أنا احترام تقدير واحترام بالجميل للحبيب بورقيبه الا في هذا اللي كونه راي مرأة ولا قوس الاساس ولهذا في المحاولات اللي تسمعوا فيهم من طوال المرأة يعني لو دوها تمشي لسوريا الحكايه تبعي والاخر معناها نعرفوها لقاء كله معركه مخسوره قلت الجماعه اللي تحاول معنا قلت بالله شكون هو الكومبليمون على خاطر يعني المراه ولا غيرها احسبوا احسبوا شويه راهي خاصها تبدل بعد مده قليله ان شاء الله باش نعمل مؤتمر وهو متكلف به رئيس اللجنه سي العميد الازهر القروي الشافعي وقت اللي باش يقول لنا نبداو رانا باش نبداو وقتها فقط المؤتمر رانا باش ننتخبوا الناس الكل بما فيهم الرئيس واذا كان جاء رئيس خير مني راني نكون فرحان ياسر. اهم التحق بالحزب والملفت ما يجب ملاحظته هو ان الشخصيات نوعيه جايبه الخبره جايبه الكفاءه جايبه العلم وجايبه الاراده والتصميم على النضال من اجل الديمقراطيه واعاده التوازن وتحقيق اهداف الثوره كما نراها في الديمقراطيه والوفره الاقتصاديه والامن. حوالي 100 شخصيه تلتحق بنداء تونس والحقيقه جايين من مختلف التنظيمات والاحزاب يعني من اسم الحزب. سي محمد الغرياني موجود في الحزب. لا محمد الغرياني مش مع المتحقين الان، محمد الغرياني حكى عليه سي الباجي قايد السبسي وقال سيعمل معه مستشارا. يعني رسميا انضم لنداء تونس. مستشار عن سي الباجي. نعم.